النصف الآخر من الشاشة مشاهدينا هيبدأ ركلات الترجيح، وآدي ركلة الجزاء. ومبروك الشرقية، مبروك الشرقية. قلت لحضراتكم إن ركلة الجزاء اللي أهدرها بغرابة شديدة جدا جدا حارس المرمى مصطفى جابر هترجع الهدية وترجع بطاقة التأهل للشرقية. مبروك، وآدي الفرحة، آدي الفرحة الكبيرة لأبناء الشرقية، وآدي التصدي الأول من حارس النصر للتعدين. ولكن خلونا مع الشرقية. مبروك البطاقة التانية والفرحة والراسة للشرقوية اللي تأهلوا لأول مرة في الألفية الجديدة بعد أن أقصوا اسم كبير في كرة القدم المصرية وهو فريق الترسانة. ولكن أهلا ومرحبا بكم وبأبناء الشرقية والعودة الجديدة إلى دوري الأضواء والشهرة والمشاركة رقم 5 في دوري الأضواء والشهرة بعد آخر مشاركة في موسم 99-2 هيعود مشاهدينا الكرام الشرقية إلى دوري الأضواء والشهرة في الموسم القادم، موسم 2016-2017. يبقى مبروك للشرقية ومبروك للغربية.